محللون يقولون بأنه من الطبيعي أن يكون البدلاء بناء على هذا القرار ضمن رغبة الأحزاب للسيطرة على الوزارات. هل يعني ذلك غياب المسؤولين من مدراء عامين وغيرهم من التيار الصدري تحديدا؟ وهل إذا ما حدث ذلك القرار بدوره سيثير حفيظة أو غضب التيار الصدري؟ هل تتوقع حدوث ذلك؟ لا أتوقع ذلك، لأنه يعني إذا ما تحدثنا عن المناصب الحكومية اللي يشغلها مجموعة التيار الصدري من مدراء عامين من وكلاء وما إلى ذلك، هذه يعني عناوين أصيلة موجودة داخل الدولة العراقية، وهي ليست مستحدثة، ليست جديدة، ليست من ضمن الأوامر الديوانية التي صدرت من الكاظمي. هذا ما صدر مؤخرا هو كانت حكومة الكاظمي تريد أن يعني تبث مجساتها داخل الوزارات والهيئات، وبالتالي عمدت إلى ذلك. يعني كان الرجل يعتقد أنه يعني يمني نفسه في دورة ثانية حتى يتمكن من خيوطها وتحريكها لمرحلة ما بعد التكليف الثاني. ولهذا اليوم التيار الصدري ليس هناك ردة فعل، لأنه لم يستهدف ولم يكن لهم مسؤولا بعنوان كبير في هذا الإلغاء للأمر الديواني من قبل الحكومة السودانية. ولهذا أنا لا أعتقد أنه هذا الملف برمته، يعني سواء أعيد الكثير منهم أو البعض منهم أو لم يعاد، لأنه الآن الأوامر الصادرة من حكومة السودانية أنا حقيقة لم أطلع عليها في تثبيت الأسماء الجديدة بدلا من الأسماء الملغاة. ولهذا لا أعتقد أن هناك ردة فعل من التيار الصدري إزاء هذه العملية. وحتى إذا ما ذهبنا وتناولنا قضية ما تحدث به السيد السوداني من الانتخابات المبكرة، هو أيضا أعتقد أنه ذات الموضوع بالنسبة لقانون الانتخابات، والكل يعرف على أنه قانون الانتخابات هو توافق سياسي يجري داخل قبة البرلمان، ولا هناك من علاقة يعني من قريب أو من بعيد مع الحكومة، إلا هو إرسال القانون، يعني مجموعة أفكار تكتب من قبل الحكومة اللي تذهب بها إلى البرلمان لإقراره. تبقى اللعبة المركزية داخل قبة البرلمان والتوافق السياسي وكيف يسير هذا القانون يعني من قبل هذه الجهات السياسية، كما حصل يعني في انتخابات 2021، ورأينا قانونا جديدا يعني لم يسبق للعراق أن شهده منذ 2005 ولغاية يومنا.